السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا بكم أحبابي المتابعين الكرام. طبعا بعد الأخبار الحزينة اللي وصلتنا عن معالجات النوت 20 واللي تمنينا أنه تكون غير صحيحة، لكن مع الأسف كل الأخبار الحالية والتسريبات تشير إلى أنه هذه الأخبار يعني حقيقية أو صحيحة بنسبة كبيرة، واللي هي تقول أنه معالجات النوت 20 النسخة الشرق الأوسط والنسخة العالمية يعني راح تكون الإكسونوس 990 وليست الإكسونوس الجديد اللي هو 992 اللي كان من المفروض أن يجي ويا النوت 20، لكن مع الأسف ما أعرف سامسونج شنو دا تسوي، ليش تحارب النوت، ليش تخلي النوت دائما مع نقاط الضعف. كنا نتصور أنه راح يعني الثغرة بين معالجات الإكسونوس ومعالجات السناب دراجون راح تكون قليلة أو معدومة، لكن مع الأسف إذا إجا النوت 20 والنوت 20 ألترا نسخة الشرق الأوسط بنفس معالجات الإكسونوس 990، أما النسخة اللي راح تجي إلى الأسواق الأمريكية راح تكون بمعالجات الكوالكوم المطورة الجديدة، فطبعا هذه راح تكون كارثة، يعني بالفعل كارثة. ما أعرف منو راح يندفع لشراء النوت 20 إذا كان، خصوصا إذا كان بنفس السعر، إذا كان بنفس السعر أو بسعر يعني أقل من نسخة السناب دراجون بقليل، ما أعتقد أي شخص يعني راح يندفع لشراء هذا الجهاز، خصوصا وأنه راح يجي بالمعالج السناب دراجون، معالج السناب دراجون 990 واللي قدم أداء سيء مقارنة بأداء المعالجات الكوالكوم من السناب دراجون. يعني عموما العديد من المواصفات عن النوت 20 والزي فولد 2 تم إعلانها من سامسونج نفسها، وما بقى عن الإعلان الرسمي سوى أيام قليلة، حيث حيتم الإعلان عن النوت 20 و 20 ألترا مع جهاز الزي فولد 2 وطبعا جهاز الزي فليب نسخة 5G مع تاب S7 والS7 بلس وطبعا السماعات الجديدة البادز من سامسونج. ومسربنا الشهير ماكس وينباك مستمر بأخباره وتسريباته، فخلي نبدأ مع نوت 20، حيث التصوير بدقة الـ8K مع نوت 20 ألترا حيجي مع الاسبيكت ريشيو بدل الـ16:9 حيكون 21:9، حيث كان نص تسريبة ماكس تحبون الفيديو الـ8K محتمل، لكن 16:9 نسبة غير مرضية أكيد. شون رأيكم بـ21:9؟ نعم سامسونج حتقدم الـ8K مع الـ21:9. أما الأسبن فماكس صرح أنه حيكون بسوفتوير جديد وميزة الدبل تاب، حيقدم تطبيق مثلا أو شيء جديد بمجرد أنه تضغط مرتين على القلم، فبمجرد الضغط مرتين حياخذك مثلا للكاميرا أو التطبيق آخر. عموما حنعرف كل التفاصيل قريبا بالإعلان الرسمي للنوت. الخبر التالي بخصوص زوم الكاميرا، إذا تلاحظون الصور الثلاثة للقمر واللي تم أخذها بهواوي P40 وP30 والS20 Ultra يبين أنه P40 هي الأفضل، لكن أكو فد فيك بالموضوع. الحقيقة أنه الذكاء الاصطناعي اللي موجود بالهواتف يقوم بمعالجة الصورة اللي تلتقطها للقمر، وراح يعني يقدم صورة مبنية على المعالجات اللي موجودة عنده، الذاكرة اللي موجودة عنده، فراح يقدم صورة تبين كأنما هي الصورة نفسها اللي ملتقطها، فهذا معنى أنه الصورة اللي حتلتقطوها حتكون مو 100% هي نفس صورتك اللي أنت التقطتها. هذا معناه أنه صورتك زائدا صورة الذكاء الاصطناعي اللي موجودة بالهاتف، فسامسونج راح تقوم بإدخال مجموعة بيانات كبيرة بالهاتف تساعدك على أنه تكون الصور، خصوصا الصور الملتقطة للقمر، راح تكون بدقة عالية. أما بالنسبة للبصمة فتم تطويرها وتعديلها بشكل أفضل من S20، لكن أيضا ما راح تكون البصمة اللي تسربت بالأخبار واللي تجي بحجم كبير وسريع من طبعا من شركة كوالكوم. هذه البصمة من المحتمل أنه نشوفها بهواتف سلسلة S21.
بالنسبة للالتقاط، التقاط الصور المتعددة أيضا تم تعديله وضبطه بحيث بإمكانك تحديد من 5 إلى 15 ثانية. طبعا كانت مضبوطة بعشر ثواني على الهواتف، على هواتف الـ S20 Ultra. وأيضا سامسونج راح تمنح خيارات إضافية جديدة خصوصا بتصوير الفيديو البرو، راح تتمكن من اختيار مثلا أي مايكروفون تحب تستعمل، مثلا الأمامي أو الخلفي أو سوي اثنياتهم أو بلوتوث، يعني المايك الخاص بالبلوتوث أو اليو اس بي. وتغيير كذلك دقة الفيديو البرو، حيكون 8K و 60 فريم بير سكند. وممكن أيضا حفظ الواي فاي كيو آر، هذا خبر آخر عن الواي فاي كيو آر، ممكن تحفظه كرمز يعني بالستوديو بالمعرض وإرسال لأي شخص تحب تتشارك وياه بشبكة الواي فاي، وهذا حيساعد على الاتصال ومشاركة الواي فاي بسهولة دون الحاجة للرمز الحقيقي للشبكة. أيضا إضافة 50X زوم، يعني الزوم 50X راح يكون موجود أيضا كخيار إضافي بالإضافة إلى الخيارات السابقة الموجودة اللي هي 30X و100X. أما بالحديث عن المعالجات، فاللي شافه ماكس هو أنه المعالجات السناب دراجون راح تجي بنسخة 865 وال 865 بلس والإكسونوس 990 دون أي ذكر عن معالج إكسونوس الجديد، وهذا يعني أنه سامسونج حتستعمل الإكسونوس 990 مع كل الأسف. أوروبا وآسيا حتبقى على الـ 990، هذا المعالج يعني السيء السمعة. اما بالنسبه للفولد 2 فسامسونج اضافت يعني اسبيكت ريشيو جديد اللي هي ال 5 to 4، ال 5 الى 4 وال 25 الى 9. والخبر الاخر من ماكس كان بخصوص موعد توفر جهاز الفليب 5G، نسخه ال 5G حيكون متوفر يوم 7 بشهر الثامن، يعني بعد يومين فقط من الاعلان الرسمي عن هذه المجموعه من الهواتف. الان بغض النظر عن هذه الاخبار والأخبار الجديدة اللي راح تسرب، فتقريبا كل شيء صار واضح عن خصوصا عن النوت، سلسلة النوت ومعالجات النوت وكل مواصفاته. ننتظر، ما بقى إلا أيام قليلة على الإعلان النهائي، الإعلان الرسمي لهذه الأجهزة. أكيد راح نبقى على تواصل ويا كل الأخبار والتسريبات وننقلها لكم أولا بأول. إذا كنتم غير مشتركين بالقناة اتأكدوا من الاشتراك بالضغط على السبسكرايب أو الاشتراك، وأيضا لا تنسوني من اللايك والمشاركة وترك التعليقات بالأسفل. خليكم ويانا على القناة دائما، وإن شاء الله الأخبار ننقلها لكم أولا بأول. شكرا لكم على حسن المتابعة، ونلتقي وياكم بفيديوهات جديدة. في أمان الله.